related to intrinsic characteristic of the drug, which is not known so far, it might be a class effect, because even in the examined trial, there is a trend to increase heart failure, but it was statistically insignificant. The results of the TECOS trial, which appeared very recently, has not yet been announced in details, and everybody is just eager to know what will happen regarding this particular point regarding heart failure. So the الخبر اليقين هيجي لنا يوم 8 يونيو لما تنشر بالتفصيل في مؤتمر الامريكان دايبيتس اسوسيشن. لكن it has been a surprise actually for everybody. Actually we had a lot of storms in the last period regarding newly used diabetes drugs. كل drug بيجي بيعني expectations عاليه جدا وبعدين بيتضح في الاخر ان المساله يعني we have to be conservative. الحقيقه انا عاوز اوصل كومنت بالكلام ده بحكم ان انا يعني عاشرت القصه دي نقول ايه 40 50 سنه من ماي كارير ويز دايابيتس. عاوز اسال الاستاذ عادل يعني رايك في دور السياسه والمافيا ومش عاوز اقول البيزنس في من يوم الميتفورمين يطلع فوق ينزل تحت سلفونيليوريا بيموت يطلع كويس روزجليتازونز تعمل مش عارف ايه كل يوم في تغيير. فهل سؤال هل هناك دور نقول كده بين قوسين نسميها بوليتكس عشان ما نزعلش حد في تقييم غير علمي للريسكس سواء الكارديو فاسكولار او غيرها رايك ايه؟ من المؤكد ان احنا لا يجب ان ننسقل نظريه المؤامره بالتاكيد يعني لان المسائل مش كلها مؤامرات لكن المال بالذات بيدخل في كل شيء. انا من اسابيع قليله كنت في باكستان وكان معنا واحد كان رئيس الامريكان دايابيتس اسوسيشن وقعد حكى لي عن دور المال في المساله. المال دائما وابدا يعني موجود وله وزنه، لكن هؤلاء الناس حتى لما بيتم تصرف بيبقى يعني بشكل رقيق، ما بيبقاش بشكل فج زي ما بيحصل عندنا. بنشوف احيانا ريجاردنج مساله الادويه والشركات وعلاقات الناس بها والاشياء، كل الاشياء دي عندنا للاسف الشديد بتتم بشكل يعني خالي حتى من فلا يستطيع الواحد ان ينكر نحن بشر على كل مستوى الدنيا والبشر دائما وابدا عرضه لهذه التاثيرات. ولكن على الاقل لابد من الحد من هذه التاثيرات، وانا متاكد ان فيه دلوقتي في حاجه اسمها سانشاين اكت دي بتنظم العلاقات بين الاطباء وبين شركات الادويه عشان محاوله انها تحد الاشياء دي. لو اي حد منكم فتح جوجل وكتب سانشاين اكت هيطلع له ديتيلز ممتازه، هي اللي بتؤدي بقى ان الشركات بدات في علاقتها بالاطباء دعوتهم يعني العلاقات الان هيلثي ريليشن شيب سموها، بالتاكيد انه فيه اتنشن في اويرنس عالي بالقصه دي وفي محاوله للحد من المساله. يظل البشر هم البشر، لكن بيظل الايفيدنس والعلم دائما موجود على كل الاحوال، واحنا وي هاف تو ستراجل علشان تو بيوريفاي الساينتفك ايشوز من الايشوز اللي هي مش علاقه بالساينس يعني. واشكر حضرتك على الكومنت. طيب عندنا من الصف الكبار وصف الشباب الاستاذه حنان بتسلطني ان انا اتحمس للشباب. انا بعد اذن الاساتذه الافاضل ممكن يتناقشوا بعد المحاضره. انا اي ثينك انه الفلور لازم ياخد حقه في الدسكشن. اتفضل. بعدها تشكلوا مع بعض انتوا. مش اكتر من سنتين. عفوا السؤال ان هو هل في ليميت للديوريشن اوف يوز اوف بايوجليتازون عشان نافويد البري كانسرس افكت على البلادر؟ رايت وي دو نوت نو. انما ديفينتلي ذا لونجر ذا ديوريشن يو يوز ذا دراج ذا مور ذا افكت ويل ابير. هو مساله على فكره كان لسه في ستادي على ذكر كلام الاستاذ دكتور مرسي، كان لسه في استادي منشوره قريبا جدا من اقل من شهر
بتقول ابدا ما فيش اي علاقه بين البايوغليتازون وبين البلادر كانسر ريسك. ف it is not very well established. will increase the rate of increase of bladder cancer is very low على كل الاحوال, but it is significant. That's the problem, and it's significant and consistent in most of the studies it appeared. فده موجود. الروسيغليتازون يبدو ان المشكله بتاعته ان هو بيرفع بيعمل ديسليبيديميا, بيزود ال LDL وبيزود الاثيروجينيك LDL بارتكلز كمان. فيبدو ان هي دي المشكله الحقيقيه وراه, لانه why it increases the rates of myocardial infarction while pioglitazone has a trend to decrease them although it is not effective. علشان كده دلوقتي بيقولوا لا بلاش ننظر, طبعا ده كلام الناس اللي متحمسين للادويه, اللي بلاش ننظر للادويه دي على انها هتعالج الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز. عايزين تعالجوا الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز, اعملوا تايت كنترول, استخدموا ستاتين, وستاتين بيدوه كل الناس, استخدموا ستاتين عشان تو كنترول الديسليبيديميا, استخدموا اجريسيف تريتمنت للهايبرتنشن. يعني سيبوا الادويه دي تسيطر لكم على الجلايسيميا بس, وانتوا انتبهوا لبقيه الريسك فاكتورز. يعني if any addition يعني البروفيسور عادل على استخدام البايوجليتازون, we are a country with higher incidence of bladder cancer next to bilharziosis and frequent urinary tract infection. وانا لاني من المنصوره, في مركز الكلى في المنصوره we always have American, Japanese and a lot of foreigners to be trained على الاوبريشنز اللي معموله للبلادر كانسر باسماء اساتذه افاضل من مركز الكلى في المنصوره. ف we need to be more يعني afraid and about this incidence of bladder cancer. So يعني I think 2 years is more than enough. The guidelines دلوقتي بتقول ان احنا have to be cautious regarding infections of the urinary tract infections. الله اعلم البلهرزيزس دورها ايه في الموضوع. يعني any affection of the bladder of the patient should be a factor which be we have to pay a lot of attention. Female smokers برضو are higher في bladder cancer. ف if you have a female smokers don't go to this group and so on. I think نحنا we have finished just to be in time for the next session. We are 5 o'clock, so we thank all the speakers for being in time and we thank the floor for their cooperation. Thank you. We announce for the second session Professor Yasser and Professor Nasreen from Tanta University. They are going to chair the next session. Announcement.